بدكم تعرفوا شو اهم ترندز وهاشتاجز عم تستخدم على تيك توك، ومش بس هيك كمان حابين تعرفوا شو هن احسن اعلانات بالامارات وبالسعوديه وبكل هالبلاد عم تمشي على تيك توك لانتم تصيروا تعملوا مثلهم. تمسكوا منيح لانه بهذا الفيديو رح فرجيكم ريسورس، مصدر رائع رائع رائع. هذا المصدر اسمه تيك توك كرييتيف سنتر، سو بس تروحوا على جوجل بتفتشوا على تيك توك كرييتيف سنتر، هو ويب سايت رح يفرجيكم ترندز والادز والانسايتس لكثير من الاشياء. شغلي منهم يلي هي شو اهم هاشتاجز هلا عم يستخدموا، شو هني اكتر سونجز عم ينعملوا، مين اكتر فيديوز، وفيكم تشوفوا الاناليتكس والانسايتس تبعوا الفيديوز. واهم اداة يلي هي هلا اللي حاب افرجيكم عليها يلي هي الادز، توب ادز بالصناعة تبعكم وبالبزنس تبعكم. اذا بوصل لهون وببص على فيو مور ليك، وكيف فيني اشوف احسن واهم دعايات انعملت مثلا بالمملكة العربية السعودية او حتى بالامارات، بقدر من هون غير البلد وبقدر اشوف شو كان الهدف المستخدم بهيدي الاد، شو الاندستري، باي صناعه، ريل استيت، هدايا، اي كوميرس، تجاره الكترونيه، اللي بدكم اياه، شو كانت المده تبع هيدا الفيديو وباي فتره، باخر 7 ايام، كل هالاشياء. وبهالشكل بصيروا بتاخذوا فكره شو هن اهم دعايات لتقدروا تعملوا مثلهم. سو بهيدا الشكل فرجيتكم من اهم المصادر يلي حتخليكم تعرفوا شو هو النكست فيديو او الاعلان القادم يلي حابين تعملوه على تيك توك، وصدقوني انا بدي بلش استخدمه كمان لهذا المصدر.